نعم مساء الخير مرة أخرى عبد الغني العيب. هذه مرة من غرف تغيير الملعب مع المدرب توفيق الواضح رغم أنه كان غائبا، كان من المدرجات لكن سيارة ولياس عرب كما هو معروف والذي سيارة الأمور التقنية في مباراة اليوم. مولودية سعيدة عادت بنقطة إلى الديار 36 نقطة في رصيد المولودية مع نهاية هذا المشوار. ما تقييمكم سي توفيق الواضح المستوى المولودية في مباراة الشبيبة؟ والله نظن باللي من جميع من الطرفين يعني كانت متوسطة المردود تاع الفريقين. فريق لندن استقبل اللعب يعني كان ضغط من طرف شبيبة تيزي وزو. احنا نظن باللي الفريق سير بطريقة ذكية المقابلة من ناحية دفاعية، لكن المردود الهجومي ممكن ناقص بمقارنة بالمقابلات الماضية. النتيجة نظن نقطة في من تيزوزو أمام فريق كبير كشبيبة القبائل، نظن شيء جميل للفريق إن شاء الله يكمل في هذا المسار. بإمكانية متواضعة نقولها لمدية سعيدة ب 36 نقطة قبل نهاية الموسم، راضون على هذا على هذه النتائج المحققة؟ والله يعني كما يعلم الجميع انه فريق يعني محروم تماما من الامكانيات الماديه، ما كان لا سبونسور لا حتى يعني مساعدات. ضمن المسؤولين على راسهم السيد الخالدي قاموا بمجهودات جباره، سيروا فريق من جيوبهم الخاصه. عانينا كثير يعني كاين مرات عانينا كثير في تسيير الفريق لانه الجانب المادي مهم جدا، لكن الحمد لله يعني الاراده تاع الاداره والرئيس كان عند كلمته وسير الامور بطريقه مليحه. يتفق لك سي توفيق الواضح مدرب مولودية سعيدة كان هذا هل ما زال معك توفيق الواضح؟ ما زال معي نعم. في يعني ثلاث مباريات ما تزال قبل نهايه الموسم، ما هو حد طموح مولودية سعيدة يعني مع نهايه الموسم؟ مهم جدا هذا السؤال عبد الغني العيب. ثلاث مباريات متبقيه في مشوار المولودية، ماذا تطمح بعد ضمانها البقاء؟ هل المراتب الاولى ام ماذا؟ والله احنا بقينا اربع مقابلات، يعني هذه مقابله متاخره، بقينا اربع مقابلات، زوج مقابلات على ارضيه ميداننا وزوج مقابلات خارج الارضيه. هي مقابلات راح تكون صعبه لان راح نلاقيو فرق اللي تلعب من اجل البقاء او فرق اللي تلعب من اجل تحسين الرتبه تاعها. احنا الهدف المسطر الان في اربع مقابلات نحاول نبذل المجهودات ونكمل الموسم بقوه حتى يعني نحاولوا قدر المستطاع تحسين الترتيب العام للفريق. شكرا جزيلا لكم بالتوفيق سيد توفيق الواضح مدرب مولودية سعيدة. كان هذا مدرب عبد القادر. لأن ملعب تيزي وزو استمعنا إلى عبد القادر بن سعيد معنا. نعم عبد الغني. نعم مرة أخرى من هذه المرة من غرف تغيير ملابس شبيبة القبائل المتعادلة سلبا مع مولودية سعيدة. الياس يزري مساعد المدرب، نتيجة التعادل والنقطة هذه هل ترضيكم وحسابيا شبيبة لم تضمن التقاء بعد؟ أول ما وصلت مع شبيبة رأيت ماشي معنية بالسقوط وراكم بعد بزاف كالكيل المونتاج تاعكم راكم غاطيين شوي. كما شفتوا هذاك رجعنا بزاف الفرص وين سعيدة لا روفيزي تجيو يرجعوا للركان بون 80 مينيت ولات ولات بيرفان ما قاش البالون خلاص ما طاش الله بخطرة. دونك حنا اوني با فريمون انكي باسكو دو سونس مازالنا هنا ماتش مع بريدة ومازالنا هنا ماتش مع المولودية. دونك حنا اون فاجو لي جو كيما لعبنا مع لي زيكيب اخرين فريمون يا با دو لا ميزون باجيس ما راناش كاع خوفين في الحوايج. ليس على السقوط لكن هل الشبيبة راح تتنقل يعني خارج في المباريات اللي راح تلعبهم خارج كما تنقلت مع تلمسان مع يعني بالعواصف، وكيف ستستقبل منافسيها خاصة انه كما مثل المولودية فريق سيعاني ويلعب من اجل البقاء؟ صدقني كملوا في البروغرام تاعنا كما كنا نديروا ندو لا بلوبار دي رومبلاسون كيلك جونيور ندوهم معنا على الاكستيريور باش نخلو شويه الوقت لهاد لي جوار كادر دي ليكيب يرتاحوا شويه. هما عطينا لهم برك مهمه يلعبونا برك الدوميسيل هكذا باش نكسبوا الوقت باش نكسبوا الوقت شويه نبريباريو لا كوب افريقيا ان شاء الله اللي 15 و 16 جويي في هذا الريتم ما نغيروش حاجه ما نغيروهاش. بالتوفيق لك الياس يزري لشبيبة القبائل. عبد الغني اللاعب كان هذا الياس يزري مساعد مدرب شبيبة القبائل. اخر تدخل